جايه بقى امي وانت في المحل وجايه وانا ناقصاكي دول. لا ادخلوا يا عيال اقعدوا. لا ما تدخلوش. لا يا امي فين فين الاكل؟ خدي يا ولاد بتتكلموا على امك مره. انت مين اللي بقى؟ خدي هاني انت اهو يا انا. انتوا اللي بتعملوا فينا؟ خدي هاني انتوا جايين تقرفوا ولا ايه؟ وانا في احل لكم ولا اخرب بيوتكم يا شيخ؟ مش ابنك اللي بتعرفش نروح فين؟ انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي انا يلا يا انت هو قوم يلا يعني انت على بيتك انت كمان عايزه تكون مش عايزه حد يخشي والله ما عايزه حد تعملي لي حد معايا شاي انا بحب اقعد براحتي حد يمسك التليفون عادي حد يشرب شاي انا 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 خدي انا خدي هادي يا ابو يلا اسمك انت انا مش عارفه كنت هاخد يلا يا عيال يلا ادخلوا هاتوا حياتكم تليفوني يا عيال هاتوا التليفون هاتوا التليفون يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال ايه بنت التوبي؟ ايه ايه يا عيال ابنك هتشوف فين يا حموكه؟ انا مجرد ما اتكلمت تعبتي يخرب بيتكم انا مش عايزه حد اصلا. وانا عايزاكم اعمل كده انا ناقصاكم. الواد اديتك الحاجة في التليفون. يديك اللي بيعملوا فينا ده؟ انا مالي يديروا ولا يديروا. اولعوا انتوا الاثنين بكاس انتوا وياه انا مالي انا. خدي الصواريخ. مش انت اتجوزتي وهو اتجوز؟ مش فين ده؟ مش عايزه حد. اه يا حمادي مش ابنك ده. ابني ولا مش ابني؟ ابني خلاص انا اتجريت منه. مين يعني ابنك يمين؟ روح يمين روح لاي حد تحت لا من جوه. لا امي ولا مش امي. خلاص انا اتجريت منك ومنه. لا خلاص طول ما هو خرجت انا هقعد معاكي لحد انت ما تقنعيه رجعنا البيت تاني. لا يا حبيبتي روحي عند امك خدي عيالك وروحي عند امك. شوفي عاملين زي القرود هناك بصي متنصرين على الشجره بالذمه ده كلام بس العيال. مالهم العيال؟ ما هو ده ايه كلهم؟ يلا بينا. هو ايه اللي متنصرين؟ هم هو انا ناقصاهم مغسله وضمنه جاي من نفس العيال والقرف ده كله. بس يا بنت عيب كده. بصي العيال ما بقتش البيت عايز 10 ينضف ابويا ولاد الاعلام زيكم. بس يا ولا انزل عيب كده. بصي العيال انزل يا ولا عيب كده. عيب ما تبهدلوش الدنيا انت بتطفوا. انا مش عايزاها تقعد هي وعيالها ليه؟ معفنين والاثنين ومغفلين. بصي البنت وقعت المخده. شيلي المخده يا بنتي حرام. شيلي شيلي يا اختي ده بهدلوني الدنيا. خدي معيالك يلا وامشي يلا اللي معيالك وامشي مش عايزه حد. ليه يا حماتي هما العيال عملوا لك حاجه؟ مش عايزه حد انا حرام. شوف الولد يلا بينا. شفت العيال بصي العيال بصي انا اسعد. العيال اللي هناك عاملين ازاي؟ بصي العيال اعمل بومه شفت العيال قد ايه؟ بورتة عيال جايباهم ليه يا حماتي؟ مش عيالكوا دول؟ امال انا اوديهم فين يعني؟ وين؟ دول سبعه يا امي. سبعه ولا ثمانيه؟ سبع عيالكوا ولا مش عيالكوا؟ هاكلهم لك منين؟ ما تسيبهم الحاجه غاليه اللي مدوهم. ماشي بس عيالكوا. ما قلنالك ما تجيبيش ده كله انت اللي عايزه تجيبي. عايزه اجيب ايه بس يا حماتي؟ ناري جايب لنا ورده عيال وجايه. مش انت قاعده تقولي لي شبه القرود اللي متقطع شبه القرود اللي على الشجره. بصي يا حماتي مش قاعده تقولي لي يغلبك. مش قاعده تقولي لي يغلبك بالمال تغلبيه بالعيال. انا قلت لمين يا اختي؟ يا ريت تتقطع لساني قبل ما اقولها. اغلبيه بالمال احيي يا عيال. ده انت بعتتونا انا مش بعتت العيال ولا بعتت بصي البنت عملت ايه؟ ابص على مين؟ تعالى يا ولا هنا. هو انت ما بتاكلهمش؟ هو انت ما بتاكلهمش؟ سبع عيال طالعين. ولا ميجو تعالى يلا. ولا انزلوا يا عيال من فوق البتاع عشان كده عيب. اقعدوا حلوين. اقعدوا حلوين عشان ستكم هتكرشكوا لو قعدتوا وحشين. عشان تعرفوا ان انا مش عايزاهم يا عيال. اقعدوا بقى عيب كده. جبنا الهنا عم يقولوا ليه؟ ليه بقى؟ ودخلتي ليه؟ يا عيال اقعدوا حلو. اقعدوا حلو بس يا حبيبي اقعد حلو. بس يا بنت اقعدي حلوه. بس اقعدي حلوه انت كمان. انزلي يلا اقعدي تحت. انزلي اقعدي تحت. عيب بلاش اللي اتقدم انزلي تحت. بنت مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ انت شايفه في الفيس بتاعتك عشان بابا مش قادر يديرها فلوس. احنا عايزين نجيب شوكولاته.
والشوكولاته شوكولاته يا اختي انت جايه من عند ابوكي، ابوكي كارثكو وجاي عايزه تاكلك شوكولاته. هو ايه ده يا اختي ما تاكلي عند ابوكي؟ ايه 500 جنيه شوكولاته؟ لا انا ما عايز 500 ساعه يا اختي. ايه يا بنتي شوكولاته؟ انا ماليش دعوه. بره اطلع بره. خلاص هسيب لك العيال، بس انا مش هاخد غير البت المؤدبه بس واسيب لك العيال. عيال ابنك انت تربيهم. البت الحلوه دي سيبها له وخد العيال الوحش. لا دول عيال ابنك انت اللي تربيهم، مش غير الحلوه دي اللي هاخدها، والباقي ده وحش. ليه كده بس يا حماتي؟ لا يا ماما لا، مش ما دي زي ما دي بت ابنك كلهم عيال ابنك. وانت ما انتش قاعد، هاتي التليفون. شيل وسخ التليفون ازاي؟ بيلعب يا حماتي شويه سيبيه. يا سيبه ايه يا شيخه؟ حرام عليك التليفون بقى. هلحقكم اكل ولا شرب ولا ضرب فيا ولا هات فلوسك انت هتفوتوا شنو وانا قاعده؟ هو انا مت عشان تاخدوا فلوسي؟ فين ده يا حماتي؟ انا ما شفتش حاجه من الكلام ده. انا معايا حاجه، ده انا يا دوبك الفلوس اللي باخدها على قد الاكل والشرب وخلاص. مش يا حماتي مع عيال ابنك يعني؟ انا شوف الفلوس اللي معاش حبه صغيره. ما دي اخرتها يا حماتي، مش عايزه تقعدينا معاكي في البيت يا ابنك. ربنا يسامحك وانت كمان تكرشينا. ماشي يا حماتي، ربنا يسامحك يا حماتي.